فموضوع الساعه هو يعني في البطوله الوطنيه هو الرجوع ديال الى الحافظ ان شاء الله الميادين في اقرب وقت ممكن. فبطبيعه الحال هو الان كيتخضع لتدريب خاصه وتدريب يعني مكثفه وتدريب مكثفه كثيره يعني باش يكون جاهز ان شاء الله من هنا يعني 30 من هنا يعني اخر شهر اكتوبر 30 اكتوبر. وغادي يكون عندنا واحد ديبلاسمون عنده للديار القطريه بطبيعه الحال باش نتلاقاو مع الاطباء المشرفين عليه وعلى المرودين كذلك وكذلك الطاقم التقني اللي كان كيخدم معاه باش يعطيونا الرابور ديتايي باش على ذاك الرابور غادي يبنيو عليه التهيئه ديالو هنايا في المغرب لانه خصو هنا في المغرب باش يتاقلم مع الاخوان مع الاصدقاء ديالو مع المدرب ماشي المدرب الجديد عليه كيعرفو مزيان كيعرف الامكانيات ديالو كيعرف يعني حتى النوعيه ديال الاصابات اللي كيتصاب بها وداك الشيء. ولهذا فخصنا نحرصوا على داك البروغرام اللي غادي يعطيوه باش نهار ان شاء الله يرجع الميادين يرجع تدريجيا بطبيعه الحال وهذا الشيء كناكد عليه بزاف خصو يرجع تدريجيا ما نزربوش عليه. هو لعيب ديال المستقبل هنا قدامنا تشامبيونز ليغ دافريك قدامنا الشامبيونه ديال سميتو بطبيعه الحال كاين لي دو ماتش ديال لي ديربي ديال تشامبيونز ليغ العرب اللي خصنا نحافظوا عليه باش يكون اللاعب واجد ان شاء الله للمقابلات ديالنا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع صحابكم وما تنساوش ديروا جيم الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي.